المرسل يقول أخوكم في الله محمد عمر حميد بن كراس برايد من جمهورية التشيك، يقول في سؤاله الأول: نحن جماعة من المسلمين من جنسيات مختلفة، نقوم بحمد الله بقيام الليل مع الإمام جماعة، وهذا راجع لوجود كثير منا لا يحفظون القرآن، فهل صلاتنا جماعة صحيحة؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المداومة على صلاة الليل جماعة أمر لا غير مشروع إلا في قيام رمضان، فإن المسلمين يصلون خلف الإمام، لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان ليالي، ثم تخلف عنهم صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها، فبقي المسلمون يصلونها جماعات متفرقة حتى جمعهم عمر رضي الله عنه بخلافته على إمام واحد، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم. وأما في غير رمضان فإذا صليت النافلة جماعة في بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا غير مشروع، بل يكون عملا مبتدعا. أما إذا فعل بعض المرات فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة لبعض أصحابه لأسباب كما أنه لما زار بعض أصحابه صلى بهم جماعة في مكان من البيت، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم معه وأم سليم خلفهم في بيت أم سليم، هذا إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. أما ترتيبه فالمداومة عليه في غير رمضان فإنه غير مشروع، بل كل مسلم يقوم من الليل ويصلي ما تيسر له بدون أن يرتبط بجماعة أو يرتب جماعة لهذا الشيء. نعم.